زي النهارده من 4 سنين، ورغم ازمه الكورونا جمهور الاهلي كان مستني فرحه كبيره. كل واحد جهز نفسه ولغى كل مواعيده وبدا يحجز مكانه ويفكر هيشوف ماتش القرن بكره فين. الكل كان مشدود، ما هو ماتش بكره ده ماتش مش عادي. الجمهور اتصدم بعد ما طلع كلام كتير عن غياب بعض النجوم الكبار بسبب كورونا، لكن البركه في الموجود. والكل قالها بثقة، الأهلي بمن حاضر، والرجالة هتعملها بكرة وتجيب أغلى كاس. هتاف الجماهير بدأ بدري وبقى يهز كل بيت في كل شارع، لأن ماتش بكرة كان بدون جمهور. لكن جمهور الأهلي مش بيسكت في أي مكان، واقف ورا فريقه مهما كانت الظروف. الناس كانت منتظرة الماتش ده وكأنه آخر ماتش في التاريخ. والمؤكد إن ملايين من الجماهير معرفتش حتى تنام، كل الأنظار كانت رايحة لاستاد القاهرة في انتظار نهائي القرن. وجمهور الأهلي جهز الأعلام والفانيلات الحمراء عشان بكرة الماتش اللي كل إفريقيا مستنياه. وبدأ الجمهور العظيم يهتف بأعلى صوت، أفريقيا يا أهلي، أفريقيا يا أهلي،